السلام عليكم. طبعا برحب فيك لواء المحافظ، وبرحب باللواء جبريل رجوب، وبرحب بالامين العام بس بعرفش اسمه. اهلا وسهلا فيكم حضورنا الكريم. قصيدتي بعنوان احلام الطفوله. أحلام الطفولة، حدثيني يا دليلة، كيف أحلام الطفولة؟ هل سمعت الريح همسا بين أغصان الخميلة؟ أو رأيت الطير يلهو فوق أشجار طويلة؟ والروابيان عات تكتسي الحلة الجميلة؟ أو سمعت البلبل الشادي ينادي للخليلة يلقط الحب ويغدو من أياديك النحيلة؟ أم تخافين الليالي والكوابيس الطويلة من صراخ وعواء وخطى الجند الثقيلة؟ يملؤون الليل رعبا في بساتين القبيلة. حدثيني يا صغيرة وامسي في أذن جدك، هل رأيت الشمس يغزو نورها شباك نومك؟ يملأ الدنيا ضياء سارقا ألوان شعرك، والفراشات الحيارة تحسب الزهر بثغرك، والعصافير تغني طرب الدنيا بلحنك. فعزفت اللحن رقصا مالئا ساحات قصرك. أم سمعت العزف قصفا هزا من أركان بيتك؟ لا تراعي يا فتاتي، واهدئي في حضن أمك. هذه النظرة تحكي سر أحداث مريرة، ها لها الرعب فتاهت عن أمانيها الكبيرة. يا ظلام الليل رفقا بالأزاهير الصغيرة، واجعل البسمة تبدو في محياها منيرة. شكرا لكم. شكرا يا قتيبة، وشكرا يا جميلة.